سورة النازعات مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا ون پہ گناہ کریں گے غرقا والناشطات نشطا یہاں تا کو موٹا کریں گے پیچھے بھی والناشطات ون پہ گناہ اور تا تھی یہاں تا پہ تا کو موٹا کریں گے والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا بھی گناہ کریں گے کرة خاسرة کرة گناہ نہیں کریں گے فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى إلى ماذا کریں گے أن قلنا کریں گے تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى أنا کو لمبا نہیں کریں گے ہم نے پڑھا تھا درانی قیدی کے اندر آنا پڑھا نا آنا ربکم الاعلا فأخذه اللہ نکال الآخرة والأولى ان فی ذالک لعبرة لمن یخشا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں أم السماء بناها ایسے پڑھ سکتے ہیں رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها ایک ہا اور دوسرا ہا پیچھے اخرجا پہ بھی ایسے اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى یہ جو پچھلی صورت میں آیا تھا صاخہ تھا یہاں طامة فإذا جاءت الطامة میم پہ شاد ہے طا پہ مد بھی ہے شاد بھی ہے سب کو ملا کے پڑھیں گے فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ العظیم. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق, اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں اور اس کو کوشش کریں زبانی بھی یاد کریں. ہمارا پارا ختم ہونے کو ہے, ایک صورت باقی ہے, تو اس میں سے کچھ نہ کچھ صورتیں زبانی یاد کریں تاکہ نماز میں پڑھنے میں آسانی ہو. اللہ حافظ.